وهو مهتم كثير جدا بالقضايا السودانية، وبدعي أن الحوار يكون سوداني سوداني والحل يكون سوداني سوداني. ومن هنا أنا برضو يعني بنتظي هذه الفرصة، وبالإعلام الموجود ده أنا بنتظي هذه الفرصة وبوجه للشعب السوداني، بقول إحنا نشوف مصلحة السودان وين ونمشي في مصلحة السودان، ولازم يحصل بنا توافق وننظر نرجع لمصلحة السودان.